بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال ووسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال ووسطية. يا أعلى من الناس بك أرفع الراس، من فكرك انهي سلامي وعقيدة، بفكرك مفاهيم وارقى التعاليم، كل ساعة تطرح برامج جديدة. من أشرف انساب أجدادك طياب، نهجي اعتدالك يا علم نريده، فكرك معاصر يحيي الضماير، علمنا رابك مبادئ مفيدة. يا أعلم الناس بيك ارفع الراس، من فكرك انهل سلامي وعقيدة، بفكرك مفاهيم وارقى التعاليم، كل ساعة تطرح برامج جديدة. من أشرف أنساب أجدادك أطياب، نهجي اعتدالك يا أعلى من ريده، فكرك معاصر يحيي الضماير، علمنا رابك مبادئ مفيدة. حد الموت تعشق هالمضامين، احنا نصار هاي الاعلمية، اصحاب اعتدال ووسطي. مهما حكت او اسبهت عن فكرها الافذاذي، او ادعوا في طرحهم للعالمين ملاذ، هيهات يبلغ قدره معشار عشر مما اتى في طرحه وعلومه السيد الأستاذ. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال ووسطية. نحييكم يا رواد، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال ووسطي. صاحب براهين، صاحب براهين،
وبعصرك حسين أعلم زمانك شهد لك دليلك يا قرة العين يا ناصر الدين صدق أبد مالك يا نبدي لك هايلة صدق أبد مالك يا صدق أبد مالك يا بحوثك آثار تعشق هالخيار بحوثك تعشق هالخيار كل العقول المنيرة تجي لك لقهي وتفاسير بالفلسفة نحير روحي وأهل يا الولين افتدي لك صاحب براهين وبعصرك حسين أعلم زمانك شهد لك بديل شهد لك دليلك يا قرة العين يا ناصر الدين صدق أبد مالك يا نبديلك بحوثك آثار تعشق هالخيار كل العقول المنيرة تجي لك فقهي وتفاسير بالفلسفة الحير روحي وأهل يا الولين افتدي لك أصولك سيف عزما حرب تقال أصولك صار أصل الأرجحية أصحاب اعتدال وسطية أصولك سيف حزما حرج جهال أصولك صار أصل الأرجحية أصحاب اعتدال لا 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 لم يكن يوما إلى طلب الحياة وصوله وبعلمه دوما إذا دار النقاش أصوله ويراعه خط البحوث عظيمة عظيمة في عمقها فكر متين قد سقى علم الأصول أصوله نحييكم يا رواد المفاهيم قائدكم طرح أشرف قضية أصحاب مهدي مهدي مولاي ابنج اعتدالك ماكو مثالك أرفضت الظلم والقتل عالهوية للوحدة داعي وللأمة راعي وتحملت كل مرار وأذية وتحملت كل مرار وأذية ناصر للإسلام متحزم حزام للبار ناصر ومنهج نبية وبرابك دروس تربي للفوز معنى العبادة الصحيحة نقية معنى العبادة الصحيحة نقية بفكرك الخلاق قد انجلت أحزاني يا مولاي يا سيد الأستاذ بفكرك الخلاق قد انجلت أحزاني وبالراب المهدوي الحسيني الإسلامي صرت شخصا ثاني درس ومجلس وللآيات أمسية درس ومجلس وللآيات أمسية ألطم وأثبت مبدئي وأذوب في القرآن الراب رب أرقى شبان أهل تقوى وسلام وسطية
أصحاب اعتدال وسطية طرح الراب رب أرقى شباه أهل تقوى وسلام وسطية أصحاب اعتدال وسطية نحييكم يا رواد المفهد قائدكم طرح أشرف قضية أصحاب اعتدال